هذا انا جيت. ايش تشرب؟ انا ماني جاي اشرب. ايش عندي تقول احج؟ من عرفتك قلت عيل. دوم عيل. قطعت الذهب قدام باب بيتي. هذه فكرتك ولا فكرة معزبك أبو عبد العزيز؟ العم أبو عبد العزيز ريال كريم صخي أفضاله على الجميع من ضمنهم أنا، وفضله ما ينسي حتى اللي سويته بنتك ما ينسي. ناس كلت ويه الكل على بال البلا من ولدي. بالأول كنت معتقد أن بنتي غلطانة، لكن ثبت لي الآن إن أنا الغلطان. غلطان إني بزوجها ولدك. كبرت وذويت قمت تنسى. لا فعلا أنت قمت تنسى. أنت نسيت إن في شيكات لي عليك عندي. مو بس أصابك، يدينا كلها بتحترق. لا تلعب بالنار. والله عادي إذا لعبت بالنار هذا شيء راجع لي. وفلوسك آخر السنة بتاخذها ربية فوق ربية. وبعد ما تاخذ فلوسك ليكون توريني رقعة وجهك. الوقت اللي كنت تتحكم فيه بمبي ولا راح. عقب ما ترست جيبك فلوس وترست جيب معزبك ابو عبد العزيز بتردون على جيبي تاخذوه؟ الوعد ان ولدي يتزوج بنتك، هذا الوعد. هذا كان الوعد. الحين ولدي بيتزوج بنتك، لكن مو بكيفك ولا بمزاجك. مو بمزاجي ولا بكيفي؟ حيل حيل من بمزاجه؟ حيجلي للحياة. كيان ميرا ساتھ پولیس اسٹیشن آؤ. پولیس ہے Thank you.